السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. مزاد جديد، مزاد جديد لزغاليل في دمياط، زغاليل زاجل للبيع في دمياط. المزاد ده لسه هنقسم المجموعات، بس هنبدأ على طول بالمجموعة الأولى. دي المجموعة الأولى يا جماعة، وزي ما حضراتكم عارفين شروط المزاد: الاستلام في دمياط، والسعر، بداية سعر المزاد، مش هنزود السعر بعد سعر الكلفة مزاد وبعد كل شيء مزاد، لكن احنا مش هنزود السعر. بداية سعر المزاد 50 جنيه، تزود بال10 جنيه عن السعر اللي احنا بادئين به المزاد. يعني تقرا التعليقات وتشوف التعليق اللي قبلك، لو كتب 60 اكتب 70، لو مفيش حد كتب زيادة انت زود، انت اكتب 60، لان احنا هنبدأ بكل المجموعات. السعر 50، سعر جوز الزغاليل معتمدين يا جماعة، في زغاليل معتمدة وفي زغاليل لسه مش معتمدة، للي بيحب يعود الزغاليل على المكان، لكن الزغاليل دي معتمدة على نفسها وطايرة في الأوضة اللي هي متقفلة بشبابيك سلك، فما شافتش السماء. الحمام ده الزغاليل اللي هي طايرة عندي دي يا جماعة ما شافتش الجو، زي ما احنا شايفين الشبابيك مقفلة تماما، هي أوضة وانا بيطير جوه الأوضة، يعني تربية سايب لكن مقفول عليهم باب، مش في سلكات يعني. فيبقى زي ما قلنا دي المجموعة الأولى، ونخش على المجموعة الثانية. دي مجموعة الأولى، 5 زغاليل، أنا صنفتهم كده على حسب الألوان والسن. العمر ده يعني خلاص على وشك إن هم يفكوا ريش، تمام. نخش على المجموعة التانية بلون تاني، يمكن اللون الأسود. دي المجموعة التانية، 3 عشوش زاجل أسود او 3 جواز، اللي مش عارف كل عشوش يعني العش يعني جوز زغليل يا جماعة، يعني زغلولين، العش زغلولين، تمام. يبقى دول 3 عشوش اللون الاسود برضو، بداية سعر المزاد 50 جنيه للجوز. طبعا دول برضو معتمدين على نفسهم وبرضو طايرين في المكان، لسه هوريلك اللي هو لسه ما اعتمدوش، هوريهم لك في مجموعة تالتة. لكن قبل ما تشوف الزغاليل الصغيرة، اعرف وانت بتشوف الفيديو، لو انت شفت الفيديو في اول يوم من نشر الفيديو، اعرف ان انت فات اسبوع على التصوير. لو انت لسه بتشوفه على الاستلام، احنا هنخلي الاستلام يوم الجمعة، يعني هننشر الفيديو يوم 20/6، واحنا بنصور النهاردة 14/6، تمام. نشر الفيديو اول مرة 20/6، شوف التاريخ الفيديو وانت بتتفرج عليه، وان شاء الله يعني الاستلام او نهاية المزاد 24/6، ففي 10 ايام فرق يوم لغاية ما تيجي تستلم. فهنشوف الزغاليل الصغيرة دي، زود عليها 10 ايام، شوف هتبقى عاملة ازاي. طبعا اللي مربين عارفين يعني ايه 10 ايام بالنسبة لعمر الزغاليل. فانا هوريك الزغاليل اللي لسه صغيره، للي عايز الزغاليل تتعود على المكان عنده. طبعا الزاجل مش هنتكلم عن مميزات الزاجل، كلكم عارفين افضل حاجه للمبتدئ ان هو يبدا بيها. هتقول لي ابدا ببلدي، لا ما هقولكش ابدا ببلدي، ما انصحكش انك تبدا ببلدي، ابدا بزاجل تتعلم فيه وسعره ما يخسرش، ولو هتذبحه هتلاقي زغلول حجمه محترم، فيه لحم، الناس اللي ذبحت وكاله الزاجل عارفه الكلام ده. لو هتشترك بيه في مسابقات هينفع، لو هتنش بيه هينفع، في حاجات كتير هينفع. لو هتحضن بيه، في ناس كتير بتاخده مني للتحضين، يربيه لما يكبر عنده وللتحضين، بيكون هو بيربي انواع غاليه بيحضن تحتيه. احنا طبعا كل الناس اللي هو القدام عارفين الكلام ده، لكن احنا بنقول الكلام ده للي مبتدئين اللي لسه مش عارفين المعلومات دي، فمعذرة للناس اللي هم الغواء القدام اللي اكبر مني يعني. دي المجموعة الثالثة بالنسبة للناس اللي هي لسه عايزة الزغاليل تتعود على المكان عندها، ما طارتش في اي مكان، دي انسب شيء ليك. دي المجموعة الثالثة،
زي ما قلت لحضرتك النهاردة 14 ونهاية المزاد 24، الاستلام ان شاء الله 25/6. اعرف كده وانت بتستلم دول ان باقي لسه 10 ايام، عشان ما حدش يقول ان هم لسه صغيرين انا مش ببيعهم كده. ان شاء الله على ما تستلم هيكون فات 10 ايام، 11 يوم كمان. يبقى زي ما قلنا برضو بداية السعر كل المجموعات يا جماعة، بداية سعر اي مجموعة سعر الجوز فيها 50 جنيه، في المزاد والاستلام في دمياط. وبرضو هسيب لك رقم الموبايل للي يرسل عليه اي مجموعة، وما تنساش تزود بال10 جنيه زيادة عن التعليق اللي قبلك، وحدد لي المجموعة اللي انت عايزها واكتب سعر. انت اللي هتحدد السعر مش انا اللي بحدد السعر، انت اللي هتحدد السعر. يبقى باقي عندنا لسه مجموعة برضو في نفس العمر ده لكن باللون الاسود، هنشوفها مع بعض. دي المجموعة الرابعة يا جماعة، زي ما قلنا برضو لسه زغليل صغيرة، لسه برضو هتستلمها بعد 10 ايام. زي ما قلنا النهاردة 14، ميعاد نشر الفيديو 20، نهاية المزاد 24/6. دول بسم الله ما شاء الله تلات عشوش، يعني 6 زغاليل. نشوف كده نتأكد، ايوة بالظبط كده 3 عشوش اهم. دي زغاليل لسه ما اعتمدتش، لكن ان شاء الله بعد 10 ايام هتكون 100/100 باذن الله. فطبعا انا ليه بعملت الزغاليل الصغيرة، لان دايما بيطلب مني الزغاليل اللي هي الصغيرة اللي لسه عايزهم يتعودهم على المكان عنده، يكون اول طيرانهم. لكن زي ما قلت لك ما تخافش من موضوع الطيران ده، الحمامة ما طارتش عندي، ما شافتش السماء، الشبابيك مقفلة زي ما حضرتك شايف اهو، عندي الشبابيك كده سلك زي كده مقفلة، الحمامة ما بتخرجش بره. يبقى برضو ما ننساش نأكد على المعلومات تاني، نهاية المزاد الخميس 24/6. الاستلام في دمياط، بداية سعر الجوز 50 جنيه او العش 50 جنيه بداية السعر. واقرا التعليقات قبل ما تكتب تعليق بالسعر، وحدد لي رقم المجموعة، هم 4 مجموعات، دي المجموعة الرابعة. نشوف برضو كده عينة من الاهالي كده، حاجة بسيطة على السريع بسرعة. طبعا هنا مش باين، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.